اجي خرج 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 يلا خرج 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 تعالي خرج يا خرج الكوزينة هذه شاية ولا ولا دابا هذاك شنو دخل اما في هذا الشيء كامل دابا طايف انا وديك هو اش دخل لا كون كملة حمراء كون زوينة دوماج واش تقول ادي لها وكذا ولا 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 ما طايفش الجم قلوبة يلا ما وقعت فين جيت الجم قلوبة غير دابا واحد السلام عليكم الدراري مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد كاين شويه اخوتكم كامل جيرو وانتم تتفرجوا في هذا الفيديو ولا وقبل ما نبدا الفيديو ديروا لي واحد لايك وواحد سبسكرايب واش بارطاجي مع صحابك هذا الفيديو خلينا نشوفوا كومنت تحت الدراري وتيك سو موش الدراري سي بورتكم واليوم الدراري كما وعدناكم رجعنا بالنسخة اللي طلبت كاملين النسخة ديال بلوس تاكس 4.8 ديال الدراري كما حطينا لكم في البوست وكما شفنا في التصويت هاد النسبة ديال 71% اللي بغاو ام اس اي 4.8 طلعت واليوم هادشي اللي غيكون الدراري في هاد الفيديو هذا بما طول عليكم دوز الفيديو ديالنا توا الشباب كما تعودنا غنخليكم هاد جوج ديال الليليات في الديسكريبشن اول حاجة غادي نانستاليو بلوس تاكس هي ام اس اي 4.8 نسخة جديدة عادية الدراري فيها شي حاجة غنانستاليوها الدراري عادية من بعد غادي نديرو ليها التعديل ديالنا كيف ما معروف هاد كلشي صور تشوف تايا انستور احسن خليها في ديسك لوكاسي كيف ما موالفين كنديرو الدراري خا يكون عندك ديسك لوكا اخرى في ديسك لوكاسي باش يطلع لك واحد الدوسي هو اللي غتكوبي فيه داكشي سو من بعد ما كيكمل معنا الدراري بحال هاد الشكل هذا ما كتحاولش تدخل ليه كتحاول تخرج مثلا تخرج منه بحال الشكل هذا او غادي نمشيو للدوسي ديالنا هنايا خلينا في الزبواد ما تدخل ليه ما والو بحال حتى دخلتي ليه غتلقاه هنا وخرج منه ماشي مشكل بون غتلقى ام اس اي 4.8 الترا لايت باي فلورينزو هو اللي صايبو لي باش انا غادي ندير انستول بهاد الشكل هذا حاول ديك لاشين ديالو لعيبات مسوقناش في هذا الشيء هذا الكود الكود هو 4.280 كدير انتر اوكي خرج لك هاد الدوسي هذا بلوس تاكس سلاش ام تيربل ويش ام اس اي جوج سو من بعد ما كيسالي الدراري هذا هو بلوس تاكس ام اس اي جوج هذا بان واش غنديرو ليا الدراري غنحطو في الشكل بحال هاد الشكل هذا وغنديرو ويندوز ولا نفتحو شي اكسبلور جديد بحال هكا وغنمشيو للديسك لوكال سي ديسك لوكال سي وغنجيو غنوركو لهاد فيو بحال هاد الشكل هذا يلا دي فيو هايد ايتمز وباش يطلع لينا لي دوسي اللي مخفيين هنايا سو هاد الدوسي ديال بروغرام داتا هو اللي عندنا بالغلط هاهو بروغرام داتا تبارك ليا بهاد الشكل هذا غتلقى هاد الدوسي هذا هو هذا نفسه سوا شتي شي روم بلاصيتي هنايا دير كوبي تو بروغرام داتا سوا محيتي هذا وعاودتي حولتي هذا اللي هنايا بحال بحال المهم هو تحط لينا هذا هنا ها هو غادي تحط الدراري بهذا الشكل هذا علاش ديك الساعة قلت لكم الدراري ديسك لوكاسي حيت لدا شي ديسك لوكاس واحد اخر ما غاديش تطلع لك هاد البروغرام داتا سو دات سيش الدراري هادشي اللي عندنا عملية بسيطة خفيفة تكون خفيف الظل كما كنقولو هي ام اس اي ابي بي بلاير الدراري من الاحسن من الاحسن بلاش قبل ما نديرو البلان هذا ما تدخلوش ليها شنو حاول تدخلها بي اس تويكر الدراري غنديرو بي اس تويكر بهاد الشكل هذا انا طالب بي اس تويكر بالنسبة للناس ما عارفينش داكشي غنديرو بحال هكا دور لوند غيطلع لينا هنايا غنديرو بدء التحميل سو غنديرو فتح المجلد بهاد الطريقة هادي غنديرو اكسترا هنايا غيطلع لينا الدوسي غنفتحوه هذا غنخليه حدايا هنا باش نبقى ديما نحطو وغنبرك بهاد الشكل هذا غندير يس غادي يطلع ليا هاهو اوتوماتيك مو كيطلع ليا بلوكس تاكس ام اس اي هنا السيتي د اللعيبات الروج مروشي مروشي كوك ما كانش مروشي غيطلع لك هاد ال لوك هنايا مرو شوف النسخة مروشي مقادة فيها كلشي هنا تقدر دير السيتي اللي بغيتي تي بي اي اللي راه متخربيع anyway غادي نجيو الخيار الاول هنايا غنديرو ستارت بي اس
اوكي بس تشوف التريال النسخة شو سمعنا. هي خليك خاير انت هذي، انا باش تدخل كونت ديال جوجل ولا العيبات دخلهم، ما ماشي شغلك هذاك. المهم السيتيز راك عارفين الدراري بزاف على 4 8 شنو عدينا. واحد بارك، واحد راه مبارك. المهم بيرفورمانس هنايا، ولا عندك شي بي سي ما كيقبلش اوبن جي ال دي تاريكس اكس، ولا خليها كومباتيتيف مودول. المهم عندك بي سي ناقص كومباتيتيف ديال تاريكس اكس انفيديا اللعيبات، هنا انيبل هاي فريم، غدير الشكل هذا وغدير سيف، غدير ريستارت، ارجعو تاني للسيتينز ديسبلاي، حاول تختار شي ديسبلاي فهمتي، كوستوم دير كوستوم بهاد الشكل هذا. المهم دير كوستوم وتختار النص اللي بغيت كيما قلت لكم الدراري هذيك المرة. عندك بي سي لا شوف ما خدم لك سمارت كاكا، دير 800 اكس 600 بهاد الشكل هذا فهمتي. دير سيف، دير ريستارت، تخرج لك بهاد الشكل هذا مثلا. اجي السيتيز هنايا فين هي ديك ديفايس، اختار هنا ازيس روك ضروري ودير سيف. هنايا غادي تجي تختار ديسبلاي سيتيز، غتمشي لبلاصه ديال الريزوليشن، غادي تختار هنا 800 باش توافق معاك نفس الريزولوشن اللي عندك في المحاكي، هي نفس الريزولوشن اللي عندك في بلوس في البي سي ديالك، وغادي تدخل كيما تشوفوها هي داخله هنا خلاص. هاي الاف بي اس طالع هنايا شحال هذه 130 تبارك الله اللهم بارك. سير معلم كول فيرم الو. المهم نحيدو بدل الكاب بلاش نحيدو هنايا في هي سيتي هنايا عندو كونتور كاباسيتي نحيدوها بعدا باش مابقاش تسطع هنا. نكبرو السكرين بهاد الشكل هذا، يعني زعما يعني راه تقدر تلعب بهاد الطريقة بهاد الشكل هذا إلا كان عندك بي سي ناقص. و دير هاد الريزولوسيون غادي تلعب بها بيخ فهمتي، غادي تلعب بيخ غير مكاينش. اف بي اس 90 فيكس عندي انايا، المهم قاد الكونترول لا والو داكشي علاش. نصح زوينة الدراري مكاينش حس اللاج ولا ايباش. ها قد عدنا من جديد بهاد الريزولوسيون، الطريقة ديال الريزولوسيون ديالنا، ونشوفو دابا اللعب كيفاش دير. واش هذه مقصرة الخاص ترى ما تزاد فيها والو، واخا شحال هذه مقصرة ما تزاد فيها شي حاجة. يلا شوف انا بدينا بلوك ماوس بطوابط بطوابط بطوابط. الله يلحشوم هذا